أسلوب جديد يتبعه النظام السوري للحد من التظاهرات. فبعد فشل قوات أمن النظام في قمع المتظاهرين بالقوة والعنف، عمدت السلطات السورية إلى اعتقال عدد كبير من الناشطين السلميين بهدف الحد من تأثيرهم في تعبئة المواطنين، حيث أن النظام السوري يحاول قدر الإمكان إظهار أن التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاطه بدأت تخفت. اعتقالات الناشطين السلميين طالت أطباء وصحفيين وحتى رياضيين. المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن اعتقال المخابرات السورية الصحافية ماري عيسى وزوجها الطبيب جوزيف نخلة من منزلهما في جرمانة في ريف دمشق. أما رابطة الرياضيين السوريين الأحرار فأعلنت أن أحد الأجهزة الأمنية في مطار دمشق اعتقل لاعب نادي الجيش والمنتخب السوري في كرة السلة سامح سرور بعد عودته من مباراة في حلب. الرابطة أضافت أن السلطات السورية اعتقلت سابقاً الملاكم العالمي أحمد وطار ومدرب الملاكمة سليمان فرج الشيخ وابنه، إضافة إلى بطل حماة في كمال الأجسام حمد الكدرو قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً. تعامل النظام مع الرياضيين لم يقتصر على الاعتقال فقط، فرابطة الرياضيين السوريين الأحرار أعلنت مقتل حارس مرمى فريق شباب النواعير خالد جرجنازي وبطل سوريا في رياضة الكاراتيه جمال بيرلي. حرام عليه حرام عليه، حرم الطيف المساعدة قتل والدي. ويبقى حارس مرمى المنتخب السوري عبد الباسط ساروت الهدف الأول على لائحة الأمن السوري للرياضيين الملاحقين. حسين الطود، العربية.